خلينا في ملف اللعيبه الاول يا فاروق. انا عايز اسالك على عناصر مهمه. طيب عايز اسالك على اسماء ثلاث لعيبه ومدى جاهزيتهم. انا عارف انك انت كنت مع الفرقه في النيجر ومتابع وقريب قوي حتى وبتتابع التمرينات بشكل يومي. من خلال متابعتك مدى جاهزيه محمد محمود ورامي ربيعه من وجهه نظرك، تقييمك وجهه نظرك الشخصيه، شايف ان هم جاهزين ولا بعاد شويه محتاجين ياخدوا شويه وقت لغايه لما يتم تجهيزهم؟ وايضا عايز اتكلم على بيرسي تاو من وجهه نظرك. طبعا الاصابه الاخيره اللي تابعنا حتى يمكن من قبل الاهلي ما يسافر للنيجر كان الراجل نزل الملعب وبيتمرن بشكل طبيعي، مدى جاهزيته لبدايه مشوار الدوري؟ انا عارف انه بيرسي تاو طبعا والصفقات الجديده بعيده كل البعد دلوقتي عن مباراه النيجر. يعني خليني ابدا من الختام، ابدا من بيرسي تاو. واقدر اقول لك ان بيرسي تاو صفقه من الصفقات المهمه جدا واضافه قويه للنادي الاهلي. اقدر اقول لك ان هو مع انطلاق مباراه الاسماعيلي ان شاء الله مباراه الدوري، اعتقد بيرسي تاو هيكون واحد من اللعيبه الموجوده مع فريق النادي الاهلي سواء في التشكيل الاساسي او على مقاعد البدلاء. اصبح من الناحيه الفنيه، من الناحيه البدنيه، تقدر تقول كل الامور خاصه ببيرسي تاو، يتبقى بس انطلاق الدوري ان شاء الله، وبيرسي تاو هيكون واحد من اللعيبه والاضافات القويه جدا لفريق النادي الاهلي. بالنسبه لمحمد محمود ورامي ربيعه، يعني محمد محمود اثناء رحله النيجر اتكلمنا مع محمد محمود، ويعني دار حديث بيني وبين محمد محمود. اتكلم عايز اقول لك ان محمد محمود اللي يعني مستر بيتسي موسوماني مدي اهتمام كبير جدا لمحمد محمود، ويعني محمد محمود قال ان هو واحد من اللعيبه المهمه جدا، هقدر استفيد منه في اكثر من مركز في ارض الملعب. يعني هو اتكلم مع محمد محمود ان هو كان واحد من اللعيبه اللي كان هياخد الفرصه في مباراه الحرس الوطني، وكان يعني بعض التعليمات والامور الفنيه اللي دارت ما بينه وما بين مستر بيتسو موسيماني اتكلم على بعض التعليمات والتوجيهات لمحمد محمود. اقدر اقول لك ان هو محمد محمود يعني كمان محمد محمود الناحيه الناحيه البدنيه، ومستر بيتسو موسيماني لما اتكلم مع كابيلو عايز ان محمد محمود يعني كان في البدايه بيتكلم معاه يقول له تاخد 45 دقيقه او يعني ما يكملش المباراه ب 90 دقيقه، لكن هو دلوقتي بيتكلم معاه ان شاء الله وطالب من كابيلو ان محمد محمود يكون جاهز على مدار ال 90 دقيقه. اعتقد يعني الامور دي كابيلو مخطط الاحمال شغال مع محمد محمود على جوانب ايضا بدنيه، لكن محمد محمود من الناحيه الفنيه من الناحيه البدنيه ان شاء الله يكون واحد من العناصر القويه، لان مستر بيتسو موسيماني مد اهتمام كبير جدا لمحمد محمود في هذا الامر. ايضا رامي ربيعه اقدر اقول لك ان هو رامي ربيعه واحد من العناصر المهمه جدا لفريق النادي الاهلي، كان موجود معانا في رحله النيجر. طبعا ظروف المباراه والسيناريو بتاع المباراه فرض على مستر بيتسو موسيماني ان هو بعض التبديلات اللي احنا شفناها، لكن رامي ربيعه واحد من كباتن الفريق وايضا موجود النهارده بنشوفه في المران. ايضا النهارده بس يعني في نقطه مهمه زميلي احمد عايز اقول لك عليها، هو غياب اللاعب محمود عبد المنعم كهربا عن المران اليوم. طبعا زي ما صرح لنا الكابتن سعد عبد الحفيظ والكابتن دكتور احمد ابو عبله ليه شعوره بنزل برد، فضل الجهاز الفني ان هو يديله فتره راحه من المران النهارده. من الامور المهمه برضو اللي عايز اطمنك من خلالك على فريق الحرس الوطني، ان شاء الله الفريق هيصل الى القاهره يوم الخميس القادم ببعثه بتضم 27 فرد، ان شاء الله يكون موجودين في القاهره. طبعا واول تدريب ليهم هيكون يوم الجمعه على ملعب الاهلي والسلام، والاستعداد لمباراه الاهلي والسلام اللي هتقام يوم السبت باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز فاروق صلاح من نادي الاهلي الجزيره.